أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أهم أخبار الاقتصاد. استبعدت وزارة التخطيط الحالية إدراج مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2022، وذكرت الوزارة أن إدراج مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2022 لن يكون سهلا بسبب وجود عدد من المشاريع غير المنفذة حتى الآن، المقدر عددها بنحو 6000 مشروع أقرت لكنها لم تنجز حتى الآن. وكانت وزارة التخطيط قد أوقفت تنفيذ المشاريع ضمن موازنة عام 2020 بعد انخفاض أسعار النفط على الرغم من معاودة الأسعار الارتفاع مرة أخرى في عام 2021. كشف المركز العراقي الاقتصادي والسياسي عن خسائر مالية كبيرة في فنادق بغداد في عام 2021 ونسبة إشغال متدنية جدا لا توازي أجور ورواتب العاملين فيها. وذكر المركز أن مديري فنادق القطاع المختلط في بغداد اشتكوا من مشكلات تواجه عملهم، ومنها الوضع العام في البلاد وما ترافقه من أحداث على مستوى الاقتصاد والأمن وجائحة فيروس كورونا، مبينا أن الإجراءات الحكومية المتبعة أدت إلى قلة السياح من العرب والأجانب. وأضاف المركز العراقي الاقتصادي والسياسي أن إدارة الفنادق أكدت قلة الدعم من الحكومة بخصوص تخفيف الضرائب والكهرباء والماء والرسوم والأجور، ولا سيما أن عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية في العالم تدعم القطاع الفندقي لتعزيز سوق العمل في قطاع الفنادق في دولهم. كشف روح الله غلامي المدير العام لمكتب جمارك إيلام الإيراني عن أنه صدر 207,000 طن من المنتجات العراقية صدرت إلى العراق بقيمة 63 مليون دولار من حدود مهران الدولية للعراق في 9 أشهر من العام 2021. وأضاف أن التصدير أظهر ارتفاعا أو ازدياد بنسبة 133% و120% من حيث الوزن والقيمة على التوالي مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، والتي تضمنت مواد البناء والفواكه والخضر والبلاستيك والمنتجات الصناعية والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية. هذا وتتهم لجان مختصة إيران بالعمل على الإطاحة بالقطاعين الصناعي والزراعي في العراق لإبقائه سوقا لمنتجاتها. استقر صادرة النفط الخام العراقي لشركة نون الأول الماضي على الرغم من زيادة حصة إنتاج أوبك بلس في حين تراجعت وارداته المالية. فقد أظهرت بيانات شركة تسويق النفط السومو أن الصادرات العراقية في شهر كانون الأول الماضي باستثناء التدفقات من كردستان العراق ازدادت بشكل طفيف وبنسبة 0.12% من حيث بلغت 3,277,000 برميل يوميا مقارنة مع 3,273,000 برميل يوميا في شهر تشرين الثاني. وزادت حصة إنتاج العراق بموجب اتفاقيات الإمدادات بين أوبك وحلفائها إلى 4,237,000 برميل في اليوم في شركة نون الأول، إذ واصل أعضاء التحالف تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يوميا في الشهر. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. كانت هذه مشاهدينا أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.